يغير ما بأنفسهم، حتى يغير ما بأنفسهم، لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذه آية ماشي هكا، هذه ماشي اعتباطا قالها الله تعالى. الإنسان خصو يتطهر نفسيا، وأنا أوصي نفسيا غنقطعوا مع هادشي من التكوليس كذا، باش الله يقدر يعاوننا على اننا نصنعوا فعلا الحدث في الانتخابات. علاش ما كانش كيعاوننا الله هذه 20 سنه؟ لان ما كناش صافيين مع نفوسنا، ما كناش واضحين مع الضمير ديالنا، وبالتالي كنا كنحاولوا نظهروا ما ان كان بعض الناس بواحد الوجه، ولكن الحقيقه ديالهم ماشي هي هذه. ارجوكم إلا بغينا فعلا مساعدة الأقدار الإلهية أننا نكون فعلا كما كندخلوا مع نفسنا، أننا وأنا كنحاول ما أمكن أن الوجه اللي كتشوفوني به هو اللي كنعس به بوحدي، ملي كنكون بوحدي أن الوجه اللي كنقول لكم فيه هو فعلا داكشي اللي كنآمن به هو اللي كنقول. هذا ديال تأسيس حزب مغربي جديد، هذا ماشي مؤتمر استثنائي، اليوم غنولدوا من جديد كما قال السيد رئيس الحركة التصحيحية. الماضي ديالنا الآن هو الحركة التصحيحية، ومستقبلنا هو ما سطرته الحركة التصحيحية، في احترام الديمقراطية الداخلية، في احترام الكفاءات. شبيب راه الشباب عيات كتدخل كيعمروا بها الكراسة وكيخويوها في المؤتمرات، الشباب عيات أنها كتناضل ليلة نهار وكيجيبوا الشكارة وكيجدي التزكية، هو عيا ما يخدم ربع سنين. هادشي غير ما نقول، الله يجعلنا نخسروا ديما، ولكن ولا نخسروا واحد الشاب جا عندنا طموح باغي يخدم، ونهار ديال الانتخابات قلنا له هذه ماشي ديالك، هذه ديال مول الشكاره ولد فلان. كي غادي يحس هذا الشاب؟ كي غادي يحس في نفسيته هذا الشاب؟ انه انت بركه عليك تهز غير الوراق وتفرقهم.